السلام عليكم، مرحبا بكم اعزائي المشاهدين واعزائي المشاهدات في الفيديو اللي غادي يكون جديد ان شاء الله على العروض اللي كتكون عند بيم. فاول حاجه كنتمنى نلقاكم بصحه وعافيه وباحسن الاحوال، وكنبغي دائما نشكركم على التعاليق ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم وايضا الاراء ديالكم. وكنرحب بالناس الجدد اللي اول مره كشفوا القناه ديالنا، فكنقول لهم ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس. فبالنسبه للعروض هذه اللي غادي تشوفوا في هذا الفيديو هذا، فان شاء الله هي عروض وطنيه، يعني غادي تكون في المغرب كامل. ما غاديش تحتاجوا تسولوا واش بيم ديالنا ولا بهذا، فهاد العروض هذه غادي تكون ان شاء الله في المغرب كامل، فاي بيم قريب لكم الا غادي تلقاو فيه العروض. فهاد العروض هذه غادي تكون الجمعه الجايه نهار 11 ديسمبر، يعني الجمعه شهر نهار 11 شهر 12. فغادي نبداو على بركه الله باش نشوفوا العروض اللي كاينه معنا اليوم. فاول حاجه كاين معنا بانطوفات ديال الوليدات ديال الدراري، سيرتو الدراري الصغار. بالنسبه لاطاي كيف شفتو راه كاينه من 24 25 وكاينه ايضا 34 35. ف بالنسبه للدراري راه عندهم جوج ديال اللوينات اللي هما هادو كيف كنشوفو دابا، وهادو راهم صايبين من البوليستر. فيما يخص الثمن ديالهم فهادو دايرين تقريبا 20 درهم، يعني 400 ريال. هذه الصورة ديالهم هنايا أوضح. كاينين أيضا بانطوفات اللي خاصين بالبنات، البنات صغار. فكيف شتو اللوينات، كاينين جوج ديال اللوينات اللي هما هادو، حتى هما عندهم تقريبا نفس لاطاي، 24 25 وأيضا 34 35. تمن تا هو راه نفسه يعني 20 درهم، وهما بجوج مصايبين من البوليستر. 20 درهم يعني 400 ريال. كاينين معانا ايضا واحد بيجامات صوفيه، هادو خاصين بالدراري. فبالنسبه للاعمار اللي كاينه فكاينه 5 سنين 6 سنين، وكاينه 7 سنين 8 سنين، وكاينه ايضا 9 سنين 10 سنين، وكاينه 11 عام 12 عام. فبالنسبه للمارك ديال هادو ديال كونفور فاميلي، فبالنسبه لهاد لامارك هادي راه كتجيب ديما حويجات زوينين. كاين هذاك الموديل اللي شفتو، كاين هاد الموديل هذا. بالنسبه للثمن ديال هادو راه دايرين تقريبا 100 درهم، كيف قلت لكم هادو راه خاصين بالدراري. الصورة ديالهم هنايا أوضح. فغادي نشوفو عاوتاني، كاين معانا بيجامات صوفية اللي خاصين البنات اللي هما هادو، فكاين هاد الموديل هادا. بالنسبة للأعمار تاهما فيهم 5 سنين 6 سنين، و7 سنين 8 سنين، 9 سنين 10 سنين، وأيضا 11 عام 12 عام. كاين الموديل التاني اللي غادي نشوفو دابا اللي هو على هذا الشكل هذا. فيما يخص الثمن فالثمن ديالهم دايرين 100 درهم، 100 درهم يعني 2000 ريال. الصورة ديالهم أوضح هي هذه. بالنسبة للوان كيف شفتو، فيهم الكري وفيهم الغوص. فكاين واحد المقعد أولا بوفة، فهاد المقعد كيجي على هاد الشكل هذا، وفيه تقريبا جوج ديال الاشكال، كاين الشكل الاولاني والثاني كيف كتشوفوا في الصوره. ففيما يخص الديمونسيون ديالو ففيه 38 على 42 سنتيمتر، فيه لوينات مختلفين. وبالنسبه لهذا شحال كيهز، تقريبا كيهز 110 كيلو، يعني ما غاديش يفوت لكم 110 كيلو. فيما يخص الثمن ديالو راه داير تقريبا 330 درهم، يعني 6600 ريال. صراحة الثمن ديالو غالي. كاين ايضا واحد غطاء ساري لشخص واحد اولا كويت بلونش ديال ان بلاس. بالنسبة للتوب ديالو 100% ميكروفيبر. ديمونسيون ديالو فيه متر و55 على 2 متر و15. بالنسبة للون ديالو كيف قلنا في الاول بيض، يعني بلونش. غادي نشوفو الصورة ديالو، الصورة ديالو هي هذه.
اما فيما يخص الثمن، الثمن ديالو راه داير تقريبا 120 درهم، يعني 2400 ريال. فهذا قلنا خاص بشخص واحد، وكاينين وحدين اخرين ديال شخصين. فكاين معنا ايضا هاد الماطله هادي، هادي ديال ريشبوند كيف كتشوفوا هنايا في الصوره. ليبيسور ديالها فيها تقريبا 26 سنتيمتر، بالنسبه للطول ديالها فيها 190 سنتيمتر، يعني 1.90 متر. وبالنسبه للعرض ديالها فرا فيها 90 سنتيمتر، يعني جاي المتر. اما فيما يخص الثمن ديالها، فالثمن ديالها دايره تقريبا 555 درهم، يعني 11100 ريال. ففيما يخص لا غارونتي ففيها تقريبا 5 سنين ديال لا غارونتي. كيف قلت لكم هذه راه ديال ريشبون، الصوره ديالها هنا اوضح. كاين ايضا واحد جوج ديال الاغشيه ديال الوسادات اولا الغشه ديال الخديات، هما جوج ديال لي بيس. ديمونسيون ديالهم فيهم 50 على 70 سنتيمتر، هادو مصايبين 100% من القطن. وفيما يخص الثمن ديالهم راه دايرين تقريبا واحد 30 درهم، يعني 600 ريال. فغادي نحاول نوضح لكم الصورة باش تشوفوهم احسن. وفيما يخص الزواقات راه فيهم زواقات مختلفين. كاينين ايضا جوج ديال الوسادات، جوج ديال الخديات اللي كيوزنوا تقريبا واحد نص كيلو. بالنسبه للعماره ديالهم عامرين من البوليستر سيليكوني. بالنسبه للديمونسيون ديالهم ما كتشبهش الديمونسيون، فغالبا غيكونوا 50 على 70، 50 سنتيمتر على 70 سنتيمتر. فالثمن ديال هادو راه دايرين تقريبا واحد 50 درهم، يعني 1000 ريال. كاين ايضا غطاء سرير شخصين كيف قلت لكم من قبل، كويت بلانش ديال دو بلاس اللي هو هذا كيف كتشوفوا هنايا في الصوره. فالعماره ديالو تقريبا ما كتجاوز نص كيلو، هذا 100% من الميكروفيبر. بالنسبه للديمونسيو ديالو راه فيه 1.95 متر على 2.15 متر. اما فيما يخص الثمن ديال هذا راه داير تقريبا 150 درهم، يعني 3000 ريال. هذه الصوره ديالو هنايا اوضح. كاين معنا ايضا واحد غطاء ولحاف للسرير، يعني باغيغ دو لي 3 بيس، فيه تقريبا جوج ديال الزواقات، يعني جوج ديال لي ديزاين. بالنسبه للماده مناش مصوب، فهذا مصوب 100% من القطن. بالنسبه للديمونسيون ديال الدراب ففيه 1.60 متر على 2.40 متر. وبالنسبه للاطاي ديال الخديه ففيها 50 على 70 سنتيمتر. وبالنسبه للي هاوس ديال الكويت فراه فيهم تقريبا 1.60 متر على 2 متر. هنا كيف كتشوفوا هنا الديمونسيون ديالهم. فيما يخص الثمن ديالهم فراه داير تقريبا 175 درهم، 175 درهم، جات هي 3500 ريال. هما كاتبين هنا 174.90، فانا داكشي علاش كنقول لكم 195، 175 عفوا، يعني 3500 ريال. هذه الصوره ديالو هنايا اوضح. بالنسبه للزواقه الثانيه كيف كتشوفوا راه كاينه في الصوره الفوق. كاين عاوتاني واحد غطاء سرير لشخصين، هاد لا كوفيرتور غادي راه فيها تقريبا لا طاي ديالها فيها 2.20 متر على 2.40 متر. بالنسبه للوينات راه فيها 3 ديال اللوينات كيف غنشوفوا. كاين هاد اللون هذا اللي شفتو دابا في الصوره باين واضح، وكاينين هاد الجوج الاخرين. فبالنسبه للثمن ديال هذا راه داير تقريبا 350 درهم، 350 درهم يعني 7000 ريال.
فكينا معنا واحد مدفأة كهربائية غادياتور. فبالنسبة لهذه المدفأة الكهربائية هذه لا مارك ديالها ديال الكيوي، كيف كتشوفوا عندها الرويض، يعني غتكون فاصل الى بغيتو مثلا تحولوها من بلاصة لبلاصة. بالنسبة لها هي راه فيها 3 ديال لي نيفو شالور، يعني 3 درجات ديال 3 المستويات ديال درجة الحرارة. بالنسبة لهذه كتخدم تقريبا بشي 2500 واط، 2500 واط، دونك كاينة كونسوماسيون ديال الضو. ولكن الغريب في الأمر هو أن هاد المدفأة ديما كيجيبها بيم، كيجيبها ب500 درهم، فالجديد هاد العام هو جابها ب550. حنا كنتسناوهم ينقصوا لنا الثمن، فراناهم تزادت واحد 50 درهم، يعني ولات دايرة 11000 ريال عوض 10000 ريال، نظرا واقيلا حنت طلعوا عليهم هداك الشي ديال الجمارك ديال الديوانة. فما عليناش، هادي كنصح بها الناس مثلا اللي ما عندوش مشكل في كونسوماسيون ديال الضو. فهادي راه 2500 واط، الا خدمتها غير شي شويه راه غطلع لك لا فاكتور ديال الضو. فالعروض كيف شفتو، ففيها سرير لشخص، فيها اغطيه ديال السرير سواء لشخص واحد او لشخصين، فيها غشاء ديال الوسادات، فيها وسادتين، كاين ايضا البوفا، كاين المدفأة الكهربائية، كاين حويجات ديال الوليدات الصغار سواء البنات او الدراري، وكاينين ايضا هاد البانطوفات ديال البنات وديال الدراري. فهاد العروض هادي كيف قلت لكم من قبل فراها وطنية، وغادي تكون ان شاء الله في المغرب كامل النهار نهار 11 ديسمبر، يعني الجمعة الجاية ان شاء الله، اللي من غير هادي ديال غدا. فتنتمنى نكون توفقت باش نوصل لكم المعلومة كيف ما هي، وتكونوا استفدتوا معايا اليوم اكثر. فكنشكركم دائما على التعاليق ديالكم وعلى الاراء ديالكم اللي كتخليو لينا، وكنرحب بالناس الجدد اللي اول مرة كيشوفوا القناة ديالنا. ان شاء الله فور توفر عروض سواء جهوية ولا وطنية، فانا غادي نحاول نشاركها معكم. باقى عندي واحد الجولة ديال المرجان كيف واحد تكون في الكتالوجات ديال المرجان، انا غنشارك معكم واحد الجوله ان شاء الله سواء اليوم او غدا، فكونوا دائما في الموعد. هذا هو الاخر ديال الفيديو ديالنا اليوم، نتمنى ان شاء الله نتلاقاكم في الفيديو الجاي تكونوا بصحه وعافيه. تبارك الله عليكم.